السلام عليكم الغزالات، كنتمنى كاملين تكونوا بصحه جيده. كيف كتشوفوا معايا غادي نحضر معكم كابوتشينو منزلي ساهل كيوجد في دقائق بلمح البصر. ما غاديش نحتاجوا لا خلاط كهربائي لا اله صنع كابوتشينو، فقط بهاد المكونات اللي غتشوفوا معايا البسيطه كنحضروه في المنزل بدون تعب، وصراحه كيجي زوين لمحبي وعشاق القهوه. شوفوا معايا الطريقه. غادي نحتاجوا معلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان، تقدروا تستعملوا اي نوع كتفضلوا، والسكر كيبقى على حسب الذوق ديالكم. انا خديت معلقه كبيره هنايا ديال السكر سنيده، وهنا عندي نص سيترو ديال الحليب كيف ما كتشوفوا معايا، وكنحتاجوا قرعه صغيره. في هذا الاثناء انا غادي ندير الحليب فوق النار باش يطلع، وغادي نبدا ندير هذاك السكر في القرعه ونتبلو قهوه سريعه الذوبان. من بعد البنات كيف ما كتشوفوا معايا غادي ندير عليهم الماء بارد، تقريبا كاس صغير هكاك ديال الماء كيف ما كتشوفوا، وكنبقى نخلط مزيان هذوك المكونات لمده جوج دقائق تقريبا حتى كتشكل عندنا واحد الرغوه اللي كثيفه. من بعد كناخذ الحليب سخون هكا كنصبو في شي كاس، وكنخلي ربع الفوقاني ديال الكاس ما عامرش، وكنضيف عليه هذيك الرغوه هكا غير بشويه. من بعد كناخذ واحد المعلقه كيف ما غادي تشوفوا معايا، وكنبدا نخلط بهذا الشكل غير بشويه، جانس لينا هذيك المكونات. في الاخير كيبقى على حساب ذوقكم، تقدروا تزينوا هذاك الكابوتشينو باي حاجه بغيتوا بحال كاكاو بودر او لا الكريم شونتيه. انا هنايا درت غير هكا شويه ديال قهوه سريعه الذوبان باش تعطيني هذاك المنظر، وكتزيد حتى في المذاق. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، دعموني باللايك ديالكم، واللي جديد اشترك معايا في القناه وشعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. الى اللقاء.